تجهيزات قوية جدا في فيلم سوبرمان بتظهر معانا مؤخرا في آخر التسريبات بتاعة الفيلم. خلينا مع بعض كده في فيديو النهاردة نشوف ايه اللي بيحصل من الكواليس، وكمان نشوف بداية الكلام اللي هيكون عن مقر الجاستس ليج في العالم السينمائي الجديد. الاول كده لو لسه ما اشتركتش في القناة انزل اشترك وفعل زر الاشعارات على كل عشان يوصلك كل جديد اول باول، واهم حاجة ما تنساش تحط لايك على الفيديو. ومن غير ما نطول في الكلام كتير يلا بينا نبدأ. بنكمل في فيديو النهارده كالعاده على بقيه تسريبات فيلم سوبرمان اللي اتكلمت عنها في الفيديوهات اللي فاتت، وعشان نشوف تسريبات جديده من الملعب الخاص بشخصيه ماكسويل لورد، واللي في اخر الفيديوهات بنشوف كده ان كان في قتال قوي جدا. القتال ده كان ما بين شخصيه ذا انجينير وكمان مستر ترافيك، وعلى الجانب الثاني بنشوف شخصيه سوبرمان قصاد الترامان او النسخه الشريره من سوبرمان. زي ما وضحت لك كده ان بشكل كبير جدا شخصيه ذا انجينير هتقدر تتغلب على شخصية مستر ترافيك، درجة هنا انها هتقدر تحطم الجهاز الخاص بيه اللي ممكن يكون بيعزز قدراته وممكن كمان يكون بيساعده على الطيران. اللي بعدها كده هتوصل لسوبرمان علشان خاطر تبتدي تقف قدامه مع شخصية الترامان، واللي انا ما زلت لحد دلوقتي شايف ان المواجهة دي هتكون من افضل المشاهد اللي هتتقدم معانا في فيلم سوبرمان اللي جاي، خصوصا كده اللي بشكل كبير جدا المشهد ده هيكون مقتبس من فيلم سوبرمان مان اوف ستيل. اول فيديو معانا كده بنشوفه من اخر التسريبات اتكلمت عنها وهو عن شخصيه مستر ترافيك، اللي بيكون واضح معانا كده في الفيديو ده ان اثر القتال اللي حصل ما بينه ما بين شخصيه ذا انجينير، اللي زي ما قلت لك كده ان هيحصل قتال ما بينهم هما الاثنين، وفي النهايه ذا انجينير هتحطم الجهاز بتاعه، ظهر معانا كده في الفيديو ده بشكل كبير جدا على عكس الصور او الفيديوهات اللي عرضتها لك قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت. لكن من وجهة نظري شايف ان بعد القتال ده مستر ترافيك مش هيستسلم بسهولة، واللي اكيد كمان هيكون ليه لمسة في النهاية علشان خاطر يقدر يفك الاشتباك اللي ما بين سوبرمان والترامان وذا انجينير. اني سبق ووضحت لك قبل كده وبقول لك تاني ان شخصيه مستر ترافيك هيكون ليها دور كبير جدا في فيلم سوبرمان اللي قادم، ده بسبب ان دي يمكن اكتر شخصيه حرفيا لحد دلوقتي من الشخصيات بتاعت فيلم سوبرمان ظهرت معانا من اول تسريبات فيلم سوبرمان من الكواليس. بنشوف بعد كده صورة جديدة لألترامان وكمان سوبرمان، واللي واضح معانا انها صورة جديدة عن بقية الصور او الفيديوهات اللي عرضتها لك قبل كده، اللي زي ما سبق ووضحت لك ان المعركة ما بين الاتنين دول هتكون معركة شرسة جدا، لانك انت هنا بتتكلم عن اتنين عندهم نفس القدرة او بالتحديد كده اتنين سوبرمان بيتحدوا بعض. اللي هرجع برضو مرة تانية للتشبيه للمعركة النهائية اللي كانت في فيلم سوبرمان مان اوف ستيل، وقت ما كلنا شفنا كده المعركة الشرسة جدا اللي كانت ما بين شخصية سوبرمان وكمان الجنرال زود، لان كل الصور والفيديوهات اللي خرجت لحد دلوقتي من ملعب ماكسويل لورد وضح معانا كده ان المعركة دي هتكون طويلة مش مجرد مشهد بسيط وهيعدي بسهولة علينا. لكن بالرغم من حاجة زي دي الا ان مش شايف ان دي المعركة النهائية بتاعت الفيلم بتاع سوبرمان، لان مش بسهولة كده جيمس جان هيروح يعمل المعركة النهائية خارج استوديوهات دي سي، لا وكمان هيسيب المشاهد دي تتسرب عادي بكل سهولة، وده بقى اللي حمسنا شوية اتجاه الفيلم ده ويخلينا نقول كده اما دي معركة ممكن تتقدم معانا اثناء احداث الفيلم عادي جدا، امال هنا المعركة النهائية ممكن تكون عاملة ازاي؟ لا يعني ما اعتقدش كده انها تكون مشهد بسيط، ان ما تنساش كمان ان عندنا شخصيات كتيرة وتقيلة في الفيلم ده، الشخصيات دي كمان اللي اغلبية فيهم خارقين، واللي ما زال لحد دلوقتي سؤال بيلوح في الافق، يا ترى الشخصيات دي كلها هتتقدم في فيلم سوبرمان اللي جاي ازاي؟ والكلام بقى هنا مثلا على كاست ديلي بلانت او حتى فريق جاستس ليج انترناشونال اللي المفروض هيتقدم معانا في الفيلم ده على انهم شغالين او تابعين لشخصية ماكسويل لورد، اللي لحد دلوقتي كده واللي واضح من التسريبات ان ماكسويل لورد شكله هيكون ليه دور مهم جدا في العالم السينمائي الجديد. بعد كده برضو بنشوف تسريبات من موقع تصوير جديد، وهنا التسريب ده يخص شخصية مستر ترافيك، بنشوف هنا كده انهم بيجهزوا لمشهد جديد، والواضح كده ان بشكل كبير المشهد ده هيكون قبل مشاهد القتال اللي هتتقدم معانا في الفيلم. طيب هنا كمان بنلاحظ ان متواجد الكشك اللي ظهر معانا برضو في بداية التسريبات بتاعت فيلم سوبرمان، اللي واضح كده ان الكشك ده هو خاص بشخصية مستر ترافيك، وده لان واضح وضوح الشمس عشان مكتوب عليه حرف التي الحرف الخاص بالشخصية،
ولحد دلوقتي مش متوضح هل دي هتكون مركبة خاصة بالشخصية ولا هو مجرد كشك عادي للأشياء الخاصة لشخصية مستر ترافيك، خصوصا قبل كده لما شفنا في التسريبات الأولية ان كاست الديلي بلانت كان بيخرج من الكشك ده، اللي قلنا ان ممكن يكون عن طريق الكشك ده يحصل عملية انقاذ لفريق الديلي بلانت، وده لو بالأساس بالفعل هي مركبة خاصة بمستر ترافيك. لكن هنا بما ان الكشك ده ظهر في اكتر من موقع فما اعتقدش نهائيا ان ده ممكن يكون جهاز او مركبة خاصة بالشخصية، وفي النهاية كده ممكن يكون كشك بيلم الاشياء الخاصة بشخصية مستر ترافيك مش اكتر. كمان هنا لما بتيجي تركز في الفيديو بلاحظ كده ان في اكتر من شخصية من الشخصيات بتاع كاست الديلي بلانت، ولو جيت هنا تربط الفيديو ده مع الصور الاولية اللي اتسربت معانا من موقع تصوير فيلم سوبرمان بقول لك كده ان المشهد ده هو هيكون قبل المشهد او الصور اللي اتسربت معانا من اول تسريبات فيلم سوبرمان، وقت ما كلنا كده شفنا ان كاست الديلي بلانت بيظهر معانا لاول مرة عن طريق الكشك الخاص بمستر ترافيك، وده ممكن يوصل معانا بالفعل ان الكشك ده في الاساس هو مركبة خاصة بمستر ترافيك، وممكن بالفعل يكون الصور الاولية اللي اتسربت معانا عن الكاست الديلي بلانت هي بالفعل عملية انقاذ، ويمكن كمان يكون المشهد بدايته من الفيديو ده. ووصلنا بعد كده للمشهد اللي اتسرب بعض الصور منه مع اول نظرة على كاست الديلي بلانت. فلو انت بقى يحصل لك لخبطة بسبب المشاهد اللي بيتم تصويرها حاليا وبتتسرب، ده بسبب ان انت تلاقي كده ان المشاهد مش مترتبة، فحب اقولك ان الموضوع مش بيمشي كده مع تصوير الافلام. انا سبق وقلت لك قبل كده ان من المشاهد اللي احنا شفناها متسربة لحد دلوقتي من فيلم سوبرمان، لو عكست المشاهد دي هتلاقي ان الفيلم ماشي معاك مظبوط. فوارد جدا جيمس جان يكون بيصور الفيلم من النهاية للبداية، اما عن تصوير المشاهد في الافلام فبتلاقي دايما ان هم اصلا بيصوروا المشاهد من الاسهل للاصعب. يمكن ده اللي بدا فعلا يظهر معانا بشكل كبير جدا من تسريبات فيلم سوبرمان، لان لو جيت ركزت دلوقتي في التسريبات الاخيره بدانا نشوف ان في معارك بالفعل وقتال بيحصل ما بين سوبرمان وما بين بقيه الشخصيات، وده على عكس التسريبات الاوليه اللي احنا شفناها اصلا لفيلم سوبرمان، ما يوضح معانا كده ان التسريبات اللي جايه هتكون اتقل من التسريبات اللي احنا شفناها لحد دلوقتي. بعد كده بنوصل لصورة مهمة جدا جدا، وعن طريق الصورة دي بنفهم كده ان هيتم التصوير في المكان ده من يوم 18 الشهر الحالي، واللي هو ممكن يوقفوا التصوير الكام يوم دول ويرجعوا مرة تانية يكملوا من يوم 18 في الشهر ده. طيب اللي بنعرفه كده ان هيتم تصوير فيلم سوبرمان لجيمس جون في سينسيناتي بمحطة يونيون، يعتبر المبنى ده هو مصدر الهام لقاعة العدالة في دي سي كوميكس. يعني من الاخر كده المشاهد اللي هيتم تصويرها خلال الفترة اللي جاية هتكون مهمة جدا جدا، ده لان هنشوف اعضاء فريق جاستس ليج، واللي زي ما وضحت لك قبل كده ان فريق جاستس ليج اللي هيتقدم معانا في العالم السينمائي الجديد هيكون تحت مسمى جاستس ليج انترناشونال، وان المفروض حاليا كمان بيتم تطوير مشروع خاص بالفريق ده داخل العالم السينمائي الجديد، واللي ممكن كمان في اقرب فرصه يتم الاعلان عن العمل ده. فهنا كده بعد الصورة دي والاخبار اللي انتشرت اننا اكيد هنشوف اعضاء الفريق ده، ولكن عشان خاطر ما نرفعش سقف طموحاتنا قوي فخلينا نقول اننا هنشوف الشخصيات اللي تم التأكيد انها موجودة بالفعل في العالم السينمائي الجديد، يعني مثلا زي شخصية جرين لانترن او هوك جير او بوستر جولد ومعاهم مثلا بلاستيك مان، ويمكن كمان اي شخصية سمعت انها تظهر بالفعل في الفيلم ده او العالم السينمائي الجديد يبقى ممكن بالفعل تظهر، وده بيأكد معانا كده ان العالم ده هو موجود فيه ابطال من زمان، يعني مش لسه هيقدموا معانا زي مثلا العالم السينمائي القديم او غيره. ومش عارف بصراحة لو حاجة زي دي اتقدمت في الفيلم بتاع سوبرمان ده كده يبقى سوبرمان اوف مادنس مش سوبرمان فقط، الموضوع هيكون كبير قوي على كمية الشخصيات دي، لان هنا بدال هيتم التصوير في المكان ده يبقى اكيد هيكون في معركة هتتم عند المبنى ده، حاجة من الاتنين، يا اما فعلا هيتم ظهور بعض الشخصيات بتاع فريق جاستس ليج او هيكون في قتال ما بين سوبرمان وشخصية تانية، ولكن هيتم تصوير المشهد ده في المكان ده عشان يكون تلميح من جيمس جان على وجود اعضاء الجاستس ليج واللي هيظهروا في مستقبل العالم السينمائي الجديد بعد كده. ولو حبيت انت بقى هنا تاخد رأي في الموضوع ده فاحب اقولك كده بكل بساطة علشان خاطر اطمنك ان الفريق ده بالفعل هو موجود في العالم ده من سنوات طويلة، وان موجود كمان عدد كبير جدا من الابطال الخارقين التابعين لفريق الجاستس ليج، ولكن من الاخر كده مش هيظهروا كلهم في الفيلم بتاع سوبرمان، زي ما قلت لك كده ممكن شخصيه او اتنين او ممكن خمس شخصيات بالكتير قوي،
ولكن مستحيل بقيه فرقه الجاستس ليج تظهر معانا في فيلم سوبرمان ده، لان بكل بساطه كده زي ما قلت لك هو فيلم خاص لسوبرمان. جيمس جان مش بالغباء ده كله علشان خاطر من اول فيلم في العالم السينمائي الجديد اللي هو اصلا فيلم خاص بشخصيه سوبرمان يروح يطلع لك كده اعضاء الجاستس ليج ويقول لك هم كلهم موجودين في العالم السينمائي الجديد. فزي ما قلت لك كده بكل بساطه لو ظهر معانا المبنى ده يبقى ده هيكون تلميح قوي كده ان بالفعل العالم ده متواجد فيه الجاستس ليج، ولكن هيتم تمهيد الموضوع ده في اكتر من عمل في دي سي لحد ما نوصل في النهايه للعمل الخاص بيهم. بس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك وبيس.